بس سني ان انا متغيره النهارده بجد. انت متغيره؟ انا ماما قالت ان انت متغيره وحلوه ومبسوطه بيكي كده. احلى احلى وكده. ماما قالت لي سيرينا عم مش سيرينا. سيرينا عم مش قالت لي انا مبسوطه. هي دي دينا انا عايزاها. بس مش عايزاكي سرحانه خليكي مع اصحابك. اخذت لا لا 100% اخذت الخط. لا ما مين اللي خد السلطه بتاعتي؟ انا ما فيش ما لقيتش سلطه. طب وانت خدتها ليه من علبتي دلوقتي؟ ها خدت سلطتي ليه؟ استاذنتني؟ لا 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 استاذنتني. انا مش عايزه بتاعته. هي دي بتاعته اصلا. دي بتاعته. أسفة. والله دي بتاعته. انا عايزه السلطه بتاعتي يا ماما. دي بتاعته. ايه ايهاب امينه ماليش دعوه. انا افتكرت بتاعتي. لا ماليش دعوه والله. ما هي دول هم دول. لا يلا حبيبتي يلا كل بالهنا والشفا. انا لو منك اصلا هتديها دي ولا تديها دي ما تستاهلش. هي دي فيها حاجه ودي فيها حاجه. لما تيجي كريستال هقول لها ان انت خدت السلطه بتاعتي. لا اول بتاع ايوه بتبقى مختلفه حضرتك عشان عايزه تخس. انت ساكتي فنانه. انا عايزه ايه اخبار ال ساكتي فنانه؟ ايوه بعد كده انا بعد كده انا الامل يعني فيكي حتى ماشي. لا ما صرتش فنانه. انت انت بكره هتتغيري حاليا. لا كده جينا شغل. انا الوحيده اللي اتقال عليها ما اتغيرتش. هتتغيري. انت اتغيرتي دلوقتي يا اختي. لا اتغيرت دلوقتي ليه؟ من موقف حصل صح؟ حسيت نفسي اوفر فيه فغيرت نفسي بس. من حقك صح. حرام عليك يا اخي. والله والله هغزك هغزك. تفتكروا ان اخد يوم ليك ويوم عليك؟ لا ايه ولا انا. انيس ممكن تجيب لي معلقه معاك؟ سوري يا انيس. ما قالتليش كلي عشان عرفت ان انا لازم اخس. عرفت يا ماما كريستال جت بهدلتني امبارح قعدت تقول لي لازم اكل الاكل اللي انا باكله. ايه زغريس الورد اللي انت ماسكها دي؟ ايه حتى بال ايه اللي عملته لك؟ زوريت ورد والله دي نفعتني. نفعتني يعني حبيبي. انا كنت عامل شغل بس من قدام شكلها حلو. ايه وخبطت بس من ورا شكلها حلو. بس من قدام شكلها حلو. انا شايفها كده من ورا بس من لا حدش من ايد سهيلة شايفها حلو. تاني خطه وين كيف ان هي فكرت تعمل طلع المايك حاط المايك عامل عامل معاك. يا رب نحس بقى. لا بنحس. انا حسيت انا حسيت عشان كده يا عيني بقى بنخلص اكله الصبح احسن معايا. انا غسلتهم مش امبارح الصبح كان شويه من العدب وتركته يا كسوينا نفس الوقت غسلتهم انا ورافائيل غسلنا المويه كاملين ومسحنا ال والله برافو. دي اول خطوه. ثاني خطوه ايه؟ يعني تفضلوا مكملين على جنب. كل ما تلاقوا معايا. لما تحس براسي عايز اعمل حاجه بعملها. حتى بالبيت ما تحطش بيت. انا حابه ده والله. على فكره انبسطت قوي ما شفتك الصبح. انا شفتك انت ورافائيل وحسين معايا. شوفي انا ما فرضتش عليكم حاجه حاجه من بغيها. عرفتيشنا؟ نغنيها حداك. أغنية انت كده اكيد 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 مثل مثل حمائي في اكيد لازم. انا بقول انت حمائي بقى كان قمر كان قمر. ما احنا قلنا غير كده. ما قلناش حاجه. ايه مبسوطه قوي كده عمي بجد. انا نفسي اليوم ده يرجع تاني. طيب يوم البرايم اللي فات اشمعنى؟ عشان حماقي يعني اليوم اللي قبل البرايم بيوم. اوفر انت فعلا اوفر. لا مش اوفر انا بحبه قوي يا حبيبي. طب ما احنا اللي بنكرهه. لا بص بص بس كوب 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 عارف انا كنت دايما بقول على البنات اللي بتعمل على نفسها مش عارف كده. لا 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 اوفر اوفر
وبعدين برجع اقول يعني انا ما حسيت احساسهم على حمائي معيط. دوك نخدم واحد اخر ما نشربش. عارف حسيت احساسهم نخدم واحد اخر. انا فعلا بقى اقول على نفسي اوفر. ديتك قيم بجد صح ولا ديتك على فكره كلام مش قد نشربه نص بنص مش غلط. مش غلط انا شربت واحد لا لا اباستراف اكلي لو في اي حاجه ديتكتير ايه ديتكتير اه ست لتر ايوه يا فندم ها لو قلت دي لو قلت دي دكرير ايوه اسمع انيس انيس انا بالراحه يعني جويز انيفيرسير جويز انيفيرسير جويز انيفيرسير ويه هي ايه بقى هتعمل ايه ما عملش حاجه لا ما انا صنيع اولى جويز انيفيرسير جويز زاني زاني انيفيرسير جويز انيفيرسير سير عالمي ريحي انت انا بتكلم مع الفرنسيين نفسهم انت بص ايه اصلا صبرني انا ادوكاسيون فرانسيز اوكي احنا ادوكاسيون عربي اوكي انا ودينا وعباس درست فرنسي بالمدرسه انا بحبه قوي انا نفسي اتعلم ايطالي انا الانجليش شويه عندي هموت اتعلم ايطالي واسباني الايطالي بالذات انا المدرسه كلامهم جميل مسكابيتو مسكابيتو كده الحاجات دي اسباني 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 يلا تشكري لي اكسرسيس انا عارف يعني ايه كارباسكو تاني اه بقولك اتشكت تعرف تراخيتي على المراري تراخيتي على المراري يلا فايبر بعمل اي مشكلة انا عارف كلام تاني الو بضرب علي صحتين